السلام عليكم. حساب خامنئي يرد باللغة العبرية مهددا. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. نشر حساب المرشد الإيراني علي خامنئي على منصة إكس تهديدا لإسرائيل باللغة العبرية بخصوص استهدافها للسفارة الإيرانية في دمشق. وجاء في التغريدة التي نشرها حسابه خامنئي الموثق: بإذن الله سيندم الصهاينة على جريمة اعتدائهم على القنصلية الإيرانية في دمشق. ويوم الاثنين الماضي أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل 7 عسكريين في صفوفه، بينهم مستشارين كبيرين، بغارة إسرائيلية استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، حيث قالت طهران إن هذا الهجوم هو انتهاك للمواثيق الدولية. وفي هذا الصدد أكد المرشد الإيراني علي خامنئي أنه ستتم عاقبة الكيان الخبيث وسنجعله يندم على هذه الجريمة وغيرها. كما شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على أن هذه الجريمة الجبانة لن تبقى دون رد قاطع. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذا النوع من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.